موجز الأخبار من التناصح، حياكم الله. سدت قوات مجلس شورى الثوار بنغازي الثلاثاء محاولة تقدم الميليشيات ما يعرف بعملية كرامة صوب تمركزاتهم بمحور وسط البلاد، وذلك حسب مصدر من المجلس. المصدر ذكر أن لغما أرضيا انفجر في عربتين تابعتين لميليشيات كرامة، كما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى جراء الاشتباكات حسب ما ذكر المصدر. قتل عنصران من ميليشيات ما يعرف بالكرامة وأصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة إثر انفجار لغم أرضي بمحور وسط البلاد. مصادر من مدينة بنغازي أكدت الخميس أن مدرعة تابعة للكثيبة 240 التابعة لميليشيات ما يعرف بالكرامة أثناء محاولتها التقدم بشارع فيترينو داست على لغم أرضي أدى إلى تدمير عربتين عسكريتين، إضافة إلى تسجيل خسائر بشرية في صفوف ميليشيات مجرم الحرب حفتر. أعربت دولة قطر عن رفضها وإدانتها لما تضمنه تصريح المدعو أحمد المسماري المتحدث باسم ميليشيات حفتر بتدخل دولة قطر في الشؤون الداخلية وتمويل الإرهاب في ليبيا. مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية أحمد الرميحي قال أن توقيت التصريح وسياقه لا يحتاج إلى شرح، وكذلك هوية الجهات التي أوزعت له أن يخرج بهذه التصريحات، مؤكدا أن ميليشيات مجرم الحرب حفتر الخارجة على الشرعية والممولة والمسلحة بشكل غير قانوني والتي اشتهرت بجرائمها ضد المدنيين هي آخر من يعطي شهادات في تمويل الإرهاب. وأضاف رميحي أن دولة قطر حريصة على العلاقات التاريخية المتينة مع الشعب الليبي، وأن دولة قطر كانت وما زالت وستبقى داعمة لخيارات الشعب الليبي الشقيق لتحقيق أمنه واستقراره. أعلن الأمير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم الخميس عن تعيين اللبناني غسان سلامة مبعوثا خاصا للأمم المتحدة إلى ليبيا. وذكر المكتب الإعلامي للأمير العام للأمم المتحدة في بيان له أن سلامة سيرأس أيضا بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا يونيسيميل، موضحا أن سلامة سيبدأ مباشرة مهامه نهاية الشهر الجاري. وجاء قرار تعيين سلامة بعد أن ضمن الثلاثاء وفقث مجلس الأمن على التعيين دون اعتراض، كما حدث مع مرشح الأمين العام الأول سلام فياض باعتراض السفيرة الأمريكية نيكي هيلي على ترشيحه. وفي الخبر الأخير هذا الموجز، حيث أصدرت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بيانا أوضحت فيه الرأي الشرعي في الجدل القائم في كيفية إخراج زكاة الفطر. البيان دعت فيه الهيئة جميع الفروع والمكاتب والوحدات التابعة لها وأئمة المساجد والخطباء والوعاظ إلى ضرورة حث الناس على إخراج زكاة الفطر، ونوهت على أن علماء السلف الصالح اتفقوا على إخراجها طعاما، وجاوز كثير منهم إخراجها نقدا حتى داخل المذهب الواحد. كما طلبت الأئمة أن لا يحجروا على الناس ما وسعته الشرعية الإسلامية، وأن المسائل الخلافية يعود الأمر فيها إلى دار الإفتاء. ختام هذا الموجز في رعاية الله.